تحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال في 12 من حزيران لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم والعمل على القضاء عليها. يعتبر الأردن من أوائل الدول اللي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، ومع ذلك تنتشر مشكلة عمالة الأطفال في الأردن. فما الذي يدفع بهؤلاء الأطفال للعمل بدل الدراسة؟ اليوم أنت صاحب شغل، لو إجا عندك شخص عمره أو طفل عمره أقل من 18 سنة بترضى تشغله ولا لا؟ والله لا ما بشغله، بس أصحاب المحلات بشغلوه عشان يمشيلهم شغل، يوقف زبون، يعلق زبون، عرفتي كيف؟ أما أنا ما بشغله عندي، لأنه صغير وطفل. 16 بنشغل، يعني يكون واعي شوي، أما 13 و12 و14 هيك لا. لا ممنوع، تحت طائلة المسؤولية ممنوع يتشغل، لازم يكون في الضمان، في التأمين عشان نقدر نشغله. ولد صغير يصير معاه أي مشكلة معنا إحنا بنتحمل مسؤوليته. ظل الظروف اللي أنا فيها، الطفل الطالع أقل من 18 سنة وأهله محتاجين، اضطرار إذا محتاجه بدي أشغله، بس لأنه ما في طفل بيطلع إلا اضطرار إنه يشتغل ويجيب مصاري، شو يروح يعمل؟ بشغله أنا بس بوافقت ولي أمره. ظروف صعبة بوافق، بشغله عندي بس بدير بالي عليه. هل بتشوف إنه ظاهرة تشغيل الأطفال دون سن 18 صارت ظاهرة منتشرة بالمناطق الصناعية؟ كثير جدا. الولد الصغير بيجي يشتغل عشان بده مصاري يعيل أمه وأبوه، يا بكون أبو ميت يا بتكون أمه ميتة. صحيح، والأطفال معبين الدنيا وفي كل شيء بيشتغلوا من ظروف الحياة مجبورين، يعني اللي عنده أبو متأجر بيت ب200 دينار وعنده 4-5 أولاد ومش قادر يصرف عليهم، شو يسوي؟ بده ينزل أولاده إجباري. والله في 12 سنة وفي 14 سنة وفي 10 سنين. شو اللي بيخليهم يشتغلوا ويوافقوا؟ الحاجة، 90% الحاجة. كثير جدا، يعني ادخل على كل المحلات أولاد 16-15 سنة و14 سنة عم يشتغلوا حتى يعيروا أهليهم، ما لهم حل غير هيك. يعني الفقر والظروف الصعبة، وأحسن ما يتهمل يعني بالشوارع. يعني علما أنا قلت لك يعني بداومت كنت بالتنمية الاجتماعية بالسجون الأحداث، يعني كانت تنحبس عندي هاي الفئة، يعني كان كل واحد يجي فيها حوالي تقريبا عليه 13 قضية سرقة، مخدرات، قتل. فالوظيفة الصناعية أنا أفضل أنه أحسن. شو اللي بيخلي صاحب الشغل يوافق انه يشغل شخص عمره اقل من 18 سنه؟ عشان يربط الزبون يوقفه على باب المحل، بيستفيد منه، يعني بناوله عده، بناوله بكنس له المحل، بيسوي له شاي، بيسوي له، يعني لا بيستفيد منه ما بشغله. راتب الولد الصغير اهون وبساعده، يعني لو شغل له ولدين ثلاثه براتب شاب كبير بسلكوه زي المعلم. انا لا اقول انه انا مع هذه الظاهره، ولكن لابد من اعاده ضبطها، بمعنى انه يعني حتى عماله الاطفال، يعني لا شك بالنهايه هي سوف تورث الاطفال مجموعه من السلبيات، مجموعه من السلوكيات التي تؤثر على يعني كثير من نشاطاتهم في المجتمع. انا وانا كنت على راس عملي كان بعض اولياء الامور لما تقول له ابنك مثلا ضعيف بحاجه الى عنايه ورعايه ومتابعه، يقول لك انا ما بدي، انا بس بدي يطلع للصف الفلاني ويمتهي المهنه، وبالتالي بوديه على كراج، بوديه عند بائع سوبر ماركت شغلي معينة، لأنه الأب أصلاً ما عنده الدخل اللي يغطي متطلبات الحياة. كما أسلفت هي كثيرة ومتشعبة.